أم خلقوا هؤلاء المشركون الكافرون خلقوا من غير شيء؟ لا والله. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا والله. إذن فابحثوا عن خالق هو الله. إنكم تقررون أن جميع الكائنات التي تخضع للحس والمشاهدة مادة، والمادة ميتة قطعا، والميت لا يخلق الحي، وكيف يهب الحياة من هو ميت؟ قال: وزيادة في التثبيت من هذه الحقيقة، وهي أن الشيء يستحيل أن يخلق نفسه، وأن كل موجود لا بد من موجد. نقول إنه لما لم نجد للكائنات موجدا لها من نفسها اضطرنا إلى الإيمان بوجود إله قوي قادر ذي إرادة وعلم وحكمة، وهو الله الذي أخبرنا بواسطة كتبه التي أنزلها وأنبيائه الذين أرسلهم، أخبرنا أنه رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه وبديع السماوات والأرض ومدبر الأمر فيها، له وحده الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير. وزيادة في التثبيت والتقرير، نهبط هيا بنا إلى عالمنا الأرض هذا، وننظر إلى الأشياء الموجودة فيه، وهي لا تعد ولا تحصى كثرة. هل نجد بينها من يخلق نفسه بنفسه أو يخلق غيره؟ والله ما. فها هي ذي النباتات على كثرتها واختلاف أجناسها وتنوع أفرادها لا تخرج عن سنة وجودها التي سنت لها واضطردت فيها، وهي وجود تربة، أي تراب صالحة وما كافي لسقيها، ومناخ هواء طيب صالح للحياة، والنماء فيه، مع تقدم وجود البذرة أي الحبة بالقوة المكفورة أي المغطاة بالتربة الملائمة لإنباتها. إن النباتات بهذا هي مفتقرة إلى عناصر شتى، وهي البذرة أولا، والتربة ثانيا، والهواء ثالثا، والماء رابعا. لم تكن لتوجدها النباتات لنفسها، النباتات توجد التراب والماء والهواء والبذور، فكيف يصح إذن أن يقال إنها خلقت نفسها بنفسها؟ اللهم إنه لا يقول بهذا إلا مجنون أو مغرور يجاحد ويعاند. سبق مرة أن ذكرت لكم أن عالما من روسيا جاء زائرا لبلاد إسلامية صحراوية فيها النخل، فقدم له طبق من الرطب الروثانة، فأكل وتلذذ وقال: عجب، من خلق هذا؟ قالوا: الله. الله، إن الله عظيم، إن هذا رب كريم رحيم، هو الذي أوجد هذا. قلنا: والله العظيم. قال: إذن أنتم على حق، آمنوا بربكم. وخرجنا في أمسية إلى البستان، فرأى الفلاح المسحات في يده وهو يصرف المياه ويطلع النخلة، فتسأل: كيف؟ قال: هذه النخلة عبارة عن بذرة نبذرها ونسقيها بالماء، نختار لها التربة ثم تطلع، ويأتي الفلاح يؤبرها ويأتي بالذكر وتتدرج حتى تصبح رطبا. قال: غششتموني، غلطتموني من أول مرة، قولوا نحن الذين خلقنا، لما تقولوا الله؟ انتبهتم؟ هذه السطحية. قلنا له: تعال يا ابن العم، هذه التربة التي أنبتنا فيها النخلة من أوجدها؟
هذا الماء الذي نسقي به التربة فيتفاعل معه، من أوجده؟ الله الله، من يجعل هذا الماء يؤثر في هذا الطين ويتفاعل معه حتى تنبت النبتة؟ الفلاح، فلاح لا قدرة له. الله، إذن لما أخرجت النخلة طلعتها من أخرجها؟ أخرج الفلاح بالآلة. الله، من حولها إلى بلح ثم إلى بسر ثم إلى أطب؟ الفلاح. الجواب لا، الله الله الله. إذن قل لا إله إلا الله وانتهينا إن شاء الله. إذا أراد الله أن يسكنه معكم الجنة يسلم، وإذا كتب عليه الشقاء فهو شقي. قال: وها هي ذي الحيوانات على اختلافها وكثرة أفرادها من أرقاها وجودا وحياة إلى أهبطها حياة ووجودا، لا يوجد بين حيوان واحد يخلق نفسه بنفسه، وإنما جميعها وكل واحد منها يخلق تبعا لسنة الخلق فيه والمضطرد في كل أفراده، وهي بالنسبة إلى الإنسان وجود نطفة من أبوين ذكر وأنثى واستقرارها في الرحم المعد لها، وتتطور تلك النطفة من حال إلى حال إلى أن يتم الخلق ويخرج الإنسان طفلا صغيرا، ثم ينمو حسب النماء فيه إلى أن يبلغ أشده فيكتهل ويهرم ويموت، وهو في كل ذلك الخلق والتطور والنماء والكمال والنقصان والموت والفناء لا يملك والله من أمره شيئا. ابحثوا يا عقلاء عن الله لتؤمنوا به. قال: فهل يعقل أن يقال إن الإنسان خلق نفسه بنفسه؟ وإذا بطل هذا في الإنسان فهل يصح فيما دونه من سائر الحيوان؟ لا يصح، اللهم لا. وإذا فهل يعقل أن يتم الخلق والإيجاد بدون ما خالق ولا موجد؟ اللهم لا. حتى ولو كان المخلوق نحلة أو الموجود فنجان قهوة، وهل يوجد عاقل في دنيا الناس يرى موجودا عظيما كعمارة ضخمة أو دون ذلك كرغيف خبز ثم ينكر أن يكون له موجد أوجده؟ ممكن؟ ويعتذر عن إنكاره وجحوده بأنه لم يرى من أوجده؟ قال: أنا ما أؤمن أن هذه العمارة أوجدها إنسان. لما؟ قال: لأني ما رأيت. لكن هي موجودة ولا لا؟ موجودة. وكونك أنت ما رأيت من بناها يعني يقول لك أوجدت نفسها بنفسها؟ أعيد هذه العبارة، أقول: فهل يعقل أن يقال إن الإنسان خلق نفسه بنفسه؟ وإذا بطل هذا في الإنسان فهل يصح فيما دون الإنسان من سائر الحيوان؟ اللهم لا، لا يصح. وإذا فهل يعقل أن يتم الخلق والإيجاد بدون ما خالق ولا موجد؟ قولوا اللهم لا. حتى ولو كان المخلوق نحلة، تعرفون النحل، أو الموجود فنجان قهوة، دائما نقول تدخل إلى بيت أبيك أو صديقك تجد فنجان قهوة، يمكن تعقل تقول هذا وجد بنفسه؟ ممكن يقول عاقل تحت السماء فنجان قهوة ما تقول موجود بنفسه، والكون كله تقول ما له موجد، مجنون هذا والأعمى. وكونك تقول أنا ما رأيت، ما رأيت الله، هل إذا رأيت الفنجان تقول لا أؤمن أنه موجود حتى نرى من أوجده؟ يقول هذا كلام عاقل يقبل منه؟ هذا يصفع على خده، مجنون. أين الملاحدة؟ ما علموا، ما قرأوا، ما فهموا، علموهم العكس والضلال، فهلكت البشرية. قال: أو دون ذلك كرغيف خبز ثم ينكر أن يكون له موجد أوجده، ويعتذر عن إنكاره وجحوده بأنه لم يرى موجده ولم يشاهده، اللهم لا. وإذا فكيف يعقل
فكيف يعقل الكفر بوجود الله خالق كل شيء لمجرد أنه لم يره فقط، مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه قد آمن كل إنسان بوجودها ولم يرها إنسان قط. فيكم من رأى روح إنسان؟ رأى روحه؟ تؤمنون بأن لكم روحا وإلا لا؟ إذا قلتم لا 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 ما عندنا روح، أخرجوا إلى الشوارع مجانين. كيف تؤمن بشيء ما وجدت ما رأيته؟ نعم آمنا بملايين الأشياء ما رأينا من صنعها، وإلا لا؟ أنت رأيت من صنع البيض وتأكل في البيض، رأيت من صنع داستون تركب وتأكل، رأيت وما رأيت. إذن ما تؤمن، ما قضية الرأي أبدا. الآن النفس معنا، فينا من رأى روحه؟ لا أحد رأاه ولا ينكر أحد يقول أنا ما عندي روح، وإلا صفعوه في الشارع. كيف ما عندك روح؟ قال وإذا فكيف يعقل الكفر بوجود الله خالق كل شيء لمجرد أنه لم يرى، مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه قد آمن كل إنسان بوجودها ولم يرها إنسان قط، وهناك العقل البشري لم ينكره أو يكفر به أحد قط مع أنه لم يرى قط، وآمن الناس بكل من النفس والعقل لما؟ لوجود آثارهما الدالة عليهما. وكم من موجودات آمن الناس بموجدها ولم يروها قط، وذلك لدلالة وجودها على موجدها، إذ العقل يحيل أن يجعل من المستحيل وجود شيء بدون موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية أحد الصحابة جاء ليوم أو جاء لمهمة وأدرك الرسول يقرأ بهذه الصورة، صورة الطور. يقول لما قال هذه الكلمة شعرت بكبدي قد ارتضت وتمزقت. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال أشعر بكبدي تفتتت ودخل في رحمة الله. فنعم البشرية لو قرأ عليها القرآن بجد والله لآمن أكثرها والله العظيم، لكن من بلغ يجب أن يقرأ عليها وتفهم وتفهم معانيها بلسانها تدخل في رحمة الله. وها هم أهل القرآن لما عرضوا عنه هبطوا كغيرهم، ما بينهم فرق مع الآخرين. قال والأعجب من هذا كله أن الملاحدة بمجرد معرفتهم لسنن الله تعالى في خلق بعض المخلوقات وإيجاد بعض الموجودات طاروا فرحا. البلاشفة الحمر الشيوعيون العلمانيون بمجرد أن عرفوا شيء من هذه المخلوقات كيف توجد وتربو وتنمو طاروا فرحا بذلك، واتخذوا منه دليلا على عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى. فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا قد عرفنا كيف تنشأ السحب وكيف تتكون الأمطار وكيف يخرج الكتكوت أي الفروج من البيضاء، فلا حاجة إذن إلى الإيمان بوجود الله تعالى. وهو سخف عجيب وحمق متنائي، وإلا فمتى كانت معرفة سنن الله تعالى في خلق الأشياء وإيجادها دليلا على عدم وجود الله، بل هي بالعكس دالة على وجود الله وعلمه وقدرته لو كانوا يعقلون. وقد انكشف أمرهم، والله ما قالوا هذه المقولات ولا تمدحوا بها إلا من أجل أن يواصلوا الفجور. لا أدب لا حياة لا خلق، يتزوج أخته وبنته، ما هو إلا هذا.
وسبق القرآن بعشرات السنين مئات، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد أن يخرج من الدين ليفجر طول حياته، لا نظام ولا قانون ولا أدب ولا هذا حرام ولا حلال. كشف القرآن عن هذه، وانكشفت عوراتهم في قضية الطبيعة لما حوصروا و قالوا إذن إذا لم نقل الطبيعة ماذا نقول؟ نقول الله. نعم، قالوا إذا قلنا الله قلتم صلوا، فلهذا ما نقول بهذه الطريقة. ما بقي معنى للإلحاد، وإنما الآن ثوب جديد يسمونه العلمانية، هذه حيلة كالاشتراكية قبل فشلها. العلم كل شيء، أنعم العلم. طيب ما هذا العلم؟ العلم علماني، علم مادي كيف تصنع خبزتك وتأكلها، وعلم روحاني كيف تعرف الملكوت الأعلى وتتهيأ للنزول به. ما هو علم فقط كما تريدون، هذه الكلمة أيضا يستتيرون بها. أي صلاة هذه؟ قضية علم الآن، ما هي قضية صلاة ولا صيام، علم. والله أخبث من كلمة البلشفة ومنتنة وعافنة، هذه ستار علم. نعم الوقت، خلينا نبكي إلى موعد آخر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: إن المسلك السهل والسليم في آن واحد. إن المسلك الذي يسلك السهل والسليم من الآفات والمعاطب في وقت واحد للبحث عن الإيمان بالله تعالى، أي عن وجوده تعالى والتصديق به عز وجل ربا وإلها. مرة ثانية: إن المسلك السهل والسليم في آن واحد، سهل وسليم للبحث عن الإيمان بالله تعالى، أي عن وجوده تعالى والتصديق به ربا وإلها. المسلك السهل ما هو؟ قال: هو مسلك احترام العقل البشري. احترام العقل البشري مسلك سهل وميسر لمعرفة الإيمان بالله، أي بوجود الله ربا وإلها. العقل إذن قال هو مسلك احترام العقل البشري وقبول أحكامه التي يصدرها على الأشياء نفيا أو إثباتا. العقل هو الذي يصدر الأحكام على الأشياء إما بإثباتها وإما بعدمها، الحكم العقلي. نستعجل هذا المسجد، يحكم العقل بأنه مبني ونحن فيه، إثبات. هل نقول هذا المسجد مبني من هواء وبخار؟ العقل ما يثبت هذا، بل من آجر وحديث. فالعقل إذا أصدر حكمه نفيا أو إثباتا يسلم له. إذ هذه
هبة الله للمخلوق، أعطاه العقل. فأحكام العقل إذا كان سليما لا يتردد المرء في قبولها والتصديق بها. ومن ذلك حكمه الواضح الصريح بوجود الباري عز وجل. العقل حكم بوجود الخالق عز وجل، وبوجوب معرفته وطاعته. إذا حكم عقلك بوجود ربك خالقك ويحكم عليك أيضا أن تتعرف إليه وتتودد إليه وتتملقه، لأنه واهبك الحياة كلها، وأن تعرف كيف تطيع وتتقرب إليه وكيف تأخذ في هدايته والسير في طريق أوليائه من صالح عباده. أعيد العبارة معاشر المستمعين والدارسين، قال: ومن ذلك حكمه، أي حكم العقل البشري الواضح الصريح، حكم العقل بماذا؟ بوجود الباري عز وجل وهو الله تعالى، وبوجوب معرفته وطاعته والتقرب إليه والأخذ بهدايته والسير في طريق أوليائه من صالح عباده. قال: ولنستمع إليه، أي للعقل يحدثنا، ولنستمع إليه وهو يورد أدلته ويقدم شواهده ويظهر بيانه ليصدر بعد ذلك حكمه النهائي في قضية الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته ووجوب طاعته وعبادته والأخذ بهداية وحيه واتباع شرعه. إنه، أي العقل، يقول بمنطقه السليم، بمنطقه ونطقه السليم، يقول ماذا؟ يقول: إن السماء التي تظلنا ونشاهدها بحواسنا ونراها بأم أعيننا ولا نستطيع عدها لكثرتها ولا حدها لبعدها وعلوها، هذه السماء يقول العقل إنها موجودة فعلا ولا سبيل إلى إنكارها بحال من الأحوال. أو يوجد من ينكر السماء، سمعتم به، بحال من الأحوال. إذن فمن أوجدها؟ أم إبراهيم، سيدنا عدنان، من؟ لم يسعك إلا أن تقول الله، وإن قلت ها لا أدري اسأل العقلاء من بني آدم يبينون له. ويقول، أي العقل، هذه الأرض التي نعيش عليها وهي موجودة فعلا ولا معنى لإنكارها أبدا، أليس كذلك؟ فمن أوجدها؟ خالد، عثمان، عيسى، أمريكا، اليابان، من؟ لا يسعنا إلا أن نقول الله ونستريح. وإن قلنا ما ندري، ما تدري؟ تعلم، تدري، اسأل، تعرف، شرق وغرب واطلع وهبط، ابحث عن خالق الأرض، سوف تهدى إلى ذلك ويبين لك خالقه. والحمد لله نحن ما أمين بهذا التجوال، الحمد لله نحن أنزل الله علينا كتابه وبعث رسوله، ما نشقى ولا نتعب، الحمد لله. ويقول، أي العقل، هذه الكائنات الحية على تباينها واختلاف أنواعها
من أرقاها أي أعلاها وهو الإنسان إلى أدناها كالنحل والنملة والعنكبوت، وهي موجودة فعلا ولها غرائزها ومداركها الخاصة وأنظمة حياتها وطرق معاشها وحفظ أنواعها إلى آجالها، ولا مجال لإنكار ذلك بحال. إذن فمن أوجد اليابان لم يبق إلا أن نقول الله. ومن خلق لها أرزاقها وهداها إلى طلبها والحصول عليها والانتفاع بها في حفظ نوعها واستمرار وجودها. إن العقل يقول ابحثوا عن الموجد، عن الخالق، عن الرازق، عن المدبر، عن المنظم، عن المسخر، عن خالق الكون، عن واهب الحياة لكل ذي حياة، وعن سالب الحياة من كل من أوهبت له ومتع بها مدة حياته الموقوتة وفترة عمره المحدودة. ابحثوا يقول، ابحثوا واطلبوا واستقصوا في البحث والطلب، واعلموا أنه لا يوجد شيء موجود أوجد نفسه بنفسه، ولا كائن كون نفسه بنفسه في هذه العوالم الموجودة والكائنات المشاهدة المحسوسة أبدا، والله ما يوجد قط. ابحثوا عن خالق رازق مدبر ذي إرادة وحكمة وعلم وقدرة يخلق ويرزق، يعلم بعلم وقدرة ويبدع وينظم ويدبر بإرادة وحكمه. ابحثوا عنه ولا تستهينوا بالعقل أو تجدروه، وأنتم تعلمون أن أحدكم إذا فقده أي العقل أصبح مجنونا، مختل التفكير والتقدير، مسلوب الإرادة والتدبير، يهرب بما لا يعرف ويرمي إلى ما لا يهدف. فقولوا إن الموجودات أوجدت نفسها بنفسها، أو تقول إنها أوجدت بدون موجد، فإن ذلك مزر بربكم، فإن ذلك مزر مسخر بكم، مخل بكرامتكم، خارج بكم عن دائرة العقلاء من بني الناس أجمعين. لأن العقول كلها مطبقة مجمعة على أن الشيء لا يوجد نفسه، كما أنه لا يوجد بغير موجد. أيها المستمعون والمستمعات، فأهمن هذه البربرية ولا لا؟ كلام واضح. واسمعوا كلام الله جل جلاله، يقول تعالى من سورة والذاريات أو من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لأنفسهم. أحد المؤمنين من الأصحاب جاء لمهمة قبل أن يسلم، قال: صليت وجدت الرسول يصلي المغرب بصورة والطور، فلما نطق بهذه الكلمة شعرت بكبدي فضا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لا إله إلا الله. إنكم تقرون أن جميع الكائنات التي تخضع للحس والمشاهدة مادة، والمادة ميتة قطعا، والميت لا يخلق الحي. إنكم تقرون أن جميع الكائنات التي تخضع للحس والمشاهدة مادة وإلا لا؟ مادة، والمادة ميتة قطعا، والميت لا يخلق الحي، وكيف يهب الحياة من هو ميت؟ الميت يعطي الحياة. وزيادة في التثبيت من هذه الحقيقة، وهي أن الشيء يستحيل أن يخلق نفسه، وأن كل موجود لا بد له من موجد، نقول إنه لما لم نجد للكائنات موجدا لها من نفسها اضطررنا إلى الإيمان بوجود إله
قوي قادر ذي إرادة وعلم وحكمة. إذ مجرد وجود الإله ما ينفع، وجوده ذا علم وقدرة وحكمة وتدبير، وإلا كيف يتم هذا الخلق العظيم حتى في عصفور؟ قال: وهو الله الذي أخبرنا بواسطة كتبه التي أنزلها وأنبيائه الذين أرسلهم، أخبر أنه رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه بديع السماوات والأرض ومدبر الأمر فيهما، له وحده الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات وزيادة في التثبيت والتقرير. نهبط إلى عالمنا الأرض هذا، نهبط بالنظر إلى عالمنا الأرض هذا وننظر إلى الأشياء الموجودة فيه وهي لا تعد كثرة، هل نجد بينها من يخلق نفسه بنفسه أو يخلق غيره؟ يوجد في الحمام، في الحوت، في البيض، في النمل، في الإنسان، دلونا. فها هي ذي النباتات على كثرتها واختلاف أجناسها وتنوع أفرادها لا تخرج عن سنة، عن سنة وجودها التي سنت لها واضطردت فيها، وهي وجود تربة صالحة وما كافي لسقيها ومناخ طيب صالح للحياة والنماء فيه، مع تقدم وجود البذرة البذرة الحية بالقوة المذكورة، لا بالقوة المكفورة المغطاة بالتربة الملائمة لإثباتها. أعيد القول، تأملوا. قال: فها هي ذي النباتات، من البرسيم إلى البر، هذه النباتات على كثرتها واختلاف أجناسها وتنوع أفرادها لا تخرج أبدا عن سنة وجودها التي سنها الله لها، التي سنت لها واضطردت فيها، وهي وجود تربة، تربة صالحة ما هي سبقة، تربة صالحة وما كافي لسقيها ومناخ طيب صالح للحياة والنماء فيه، مع تقدم وجود البذرة أولا الحية بالقوة، المكفورة أي المغطاة بالتربة الملائمة لإنباتها. إن النباتات بهذا هي مفتقرة إلى عناصر شتى، وهي البذرة والتربة والهواء والماء، لم تكن لتوجدها، لم تكن لتوجدها النباتات لنفسها، فكيف يصح إذن أن يقال إنها خلقت نفسها بنفسها؟ اللهم إنه لا يقول بهذا إلا مجنون أو مغرور يجاحد ويعاند، أليس كذلك؟ وها هي ذي الحيوانات على اختلافها وكثرة أفرادها، من أرقاها وجودا وحياة إلى أهبطها حياة موجودا، لا يوجد بينها حيوان واحد يخلق نفسه بنفسه، وإنما جميعها وكل واحد منها يخلق تبعا لسنة الخلق فيه والمضطرد في كل أفراده. أضحككم، هذه أضحكة مصرية. رجل من الصعيد وإلا كذا في الشارع في الطريق، وإذا بفحل على فرس يركض، قالوا: لا أين يا عم؟ قال: إلى الأزهر. سئل ماذا؟ قال: عندي مسألة أسأل العلماء. قالوا: اسألني أنا. قالوا: لا لا لا، هذه ما تعرفها، أذهب إلى العلماء. قال: اسألني لعلي أعرفها. قال له: أنا حيران، القمل من أين يتخلق؟ يتخلق من الجسم وإلا من الثوب؟ تعرفون القملة وإلا لا؟ كانت قاض عليها النيد
ولا مسموك. هذه قمة منين تتخلق؟ من الثوب وإلا من الجسم؟ قال له ذاك الفقيه تعال، وشمر على يده وقال على خده. صح؟ قال لا تصح، هذا الصوت من كفي وخدك وإلى من خدك أو كفي؟ قال منهما معا. قال كذلك القمل، لو يوضع الثوب 1000 سنة ما ينبت فيه قملة، يدك جسمك لو ما يغطى ما ينبت فيه قمل، فمنهما يتكون. فلاحظ القمل له سنن يخلق يوجد بها. أضحكتكم وإلا؟ هذه عرفنا أيام الطفولة. قال وها هي ذي الحيوانات على اختلاف وكثرة أفرادها من أبقاها وجودا وحياة إلى أهبطها حياة ووجودا، لا يوجد بينها حيوان واحد يخلق نفسه بنفسه، وإنما جميعها وكل واحد منها يخلق تبعا لسنة الخلق فيه. من سن السنة؟ الله. والمضطردة في كل أفراده، وهي بالنسبة إلى الإنسان الذي هو أرقاها وأفضلها، هي وجود نطفة من أبوين ذكر وأنثى، واستقرارها في الرحم المعد لها، وتطور تلك النطفة من حال إلى حال إلى أن يتم الخلق، ويخرج الإنسان طفلا صغيرا ثم ينمو حسب النمو فيه إلى أن يبلغ أشده فيكتهل ويهرم ويموت، وهو في كل ذلك الخلق والتطور والنماء والكمال والنقصان والموت والفناء لا يملك من أمره شيئا ولا مثقال ذرة. ومع هذا يقول أين الله؟ قال فهل يعقل أن يقال إن الإنسان خلق نفسه بنفسه؟ وإذا بطل هذا في الإنسان فهل يصح فيما دونه من سائر الحيوان حتى في القمل؟ اللهم لا لا. وإذن فهل يعقل أن يتم الخلق والإيجاد بدون ما خالق ولا موجد؟ اللهم لا لا. حتى ولو كان المخلوق نحلة أو الموجود فنجان قهوة، أو يوجد فنجان قهوة من نفسه ممكن؟ وهل يوجد عاقل في دنيا الناس يرى موجودا عظيما كعمارة ضخمة أو دون ذلك كرغيف خبز ثم ينكر أن يكون له موجد أو جده، ويعتذر عن إنكاره وجحوده بأنه لم يرى موجده ولم يشاهده؟ يقبل هذا الكلام؟ أنا أقول لا أؤمن بأن هذه العمارة بناها إنسان أبدا. كيف؟ قال ما رأيت. وكونك ما رأيت العمارة بنت نفسها، يعني هذا عقل تقول به؟ فيكم من رأى طوكيو؟ ما في. تؤمنون بوجود طوكيو ولا لا؟ أقول ما في، خرافة. طوكيو عاصمة اليابان. هل رآها آباؤكم وهم؟ والله ما رآها أجدادكم. والله كيف تؤمنون بها؟ لأن العقل حكم بوجودها لوجود أناس جاءوا منها وناس ذهبوا إليها منذ سنين. لو ينكر أحدنا طوكي يقول مجنون، كيف إذن ينكر الله؟ وإن كنا عرفنا الذين ينكرون وجود الله لأنهم لا يدون أن يصلوا فقط، ما يلتزمون بالإيمان حتى ما يلتزمون بالطاعة. قال حتى ولو كان المخلوق نحلة أو الموجود فنجان قهوة، وهل يوجد عاقل في دنيا الناس يرى موجودا عظيما كعمارة ضخمة أو دون ذلك كرغيف خبز ثم ينكر أن يكون له موجد أو جد، ويعتذر عن إنكاره وجحوده بأنه لم يرى موجده ولم يشاهده؟ اللهم لا. وإذا فكيف يعقل
الكفر بوجود الله خالق كل شيء لمجرد أنه لم يرى فقط، مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه، مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه، قد آمن كل إنسان بوجودها ولم يرها إنسان قط. هذه ما يطوكيو لا لنفس الشيخ. تؤمنون بأن الشيخ له نفس وإلا؟ هل رأيتموها؟ كيف تؤمنون؟ ما رأيتم شيء كيف تقولون؟ أين الملاحدة؟ عرفناهم، انكشفت عورتهم، يريدون فقط الخلاعة والدمار والإجرام. وإلى الإيمان بالله فطري في غرائز البشر وسائر المخلوقات. قال وإذا فكيف يعقل الكفر بوجود الله خالق كل شيء لمجرد أنه لم يرى فقط، مع أن هناك نفس الإنسان التي بين جنبيه، قد آمن كل إنسان بوجودها ولم يرها إنسان قط. وهناك العقل البشري لم ينكره أو يكفر به أحد قط، مع أنه لم يرى قط. فيكم من رأى عقله؟ رأيتم عقل إبراهيم أو إسماعيل؟ وآمن بكل من النفس والعقل لوجود آثارهما الدالة عليهما. آمنا بالنفس موجودة لوجود آثارها الدالة عليها، حركتك وقيامك ومشيك نفس فيك، تجنبك المعاطب والمهالك دليل على عقلك أنك عاقل، لك عقل. إذن الموجودات كل هذه ما تدل على الله؟ عجب. قال وآمن بكل من النفس والعقل لوجود آثارهما الدالة عليهما. وكم من موجودات آمن الناس بموجودها ولم يروها قط، وذلك لدلالة وجودها على موجدها، إذ العقل يحيل وجود أي شيء بدون موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال والأعجب من هذا أيها المستمعون، والأعجب من هذا أن الملاحدة بمجرد معرفتهم لسنن الله تعالى في خلق بعض المخلوقات وإيجاد بعض الموجودات طاروا فرحا بذلك، واتخذوا منه دليلا على عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا قد عرفنا كيف تنشأ السحب وتتكون الأمطار، وكيف يخرج الكتكوت الفروج من البيضاء، فلا حاجة إذن إلى الإيمان بوجود الله تعالى. وهو سخف عجيب وحمق منتهى وإلى وحمق متناه، وإلا فمتى كانت معرفة سنن الله تعالى في خلق الأشياء وإيجاد دليلا على عدم وجود الله، بل دليل على وجوده، بل هي بالعكس دالة على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته لو كانوا يعقلون. إن مثلهم أي الملاحدة البلاشف الحمر والصبر، إن مثلهم في هذا الكفران والنكران كمثل من قدم له طبق فيه تمر حلو فأكل حتى شبع، ثم سأل من صانعه فقيل له إنه الله، فآمن به لوجود أثر وجوده وصنعته. هذه قمة منين تتخلق؟ من الثوب وإلا من الجسم؟ قال له ذاك الفقيه تعال، وشمر على يده، فقيل له إنه الله، فآمن به لوجود أثر وجوده وصنعته. ثم قدر له أن زار البستان، بستان النخل،
ووقف على كيفية غرس النخل وتربيته وتأبير طلعه، فعاد فأنكر أن يكون التمر من صنع الله تعالى، قال لأنه كيف ينشأ النخل وكيف تتم تربيته وإصلاحه حتى يثمر تمرا حلوا. وتناسى أن الذي صنع التمر هو الله الذي أوجد البذر والتراب والماء والهواء وأوجد الفلاح، أوجد له قدرة ووهبه علما حتى فلح الأرض وغرس البذر وسقاها ورباها وأبرها لما أطلعت ورعاها حتى أصبحت تمرا حلوا. فهذا مثل منكر الخالق عز وجل من الملاحدة الذين أنكروا وجود الله لمجرد معرفتهم لبعض ظواهر الكون. وإذا قيل لهم لقد عرفتم قوانين الكون وسننه، فمن وضع تلك القوانين ومن سن تلك السنن في الكون والتي بواسطتها يتم خلق الأشياء وإيجادها؟ قالوا فرارا من الإيمان بالله عز وجل حتى لا يعبدوا، قالوا الطبيعة الطبيعة. ولو أن الطبيعة نطقت وقالت لهم اعبدوني لكفروا بها، والله العظيم. هم قالوا الطبيعة هي الخالقة، لو نطقت وألزمت اعبدوني قالوا لا لا لا، ما هي الخالقة، لأن عورتهم مكشوفة وعرفها كل العالم. فروا من الصلاة والزكاة والإيمان والصبر إلى الباطل والله تحت صدام، ما فيه إله، الحياة مادة. فهذا مثل منكر الخالق عز وجل من الملاحدة الذين أنكروا وجود الله لمجرد معرفتهم لبعض ظواهر الكون. وإذا قيل لهم لقد عرفتم قوانين الكون وسننه، فمن وضع تلك القوانين ومن سن تلك السنن في الكون والتي بواسطتها يتم خلق الأشياء وإيجادها؟ قالوا فرارا من الإيمان بالله عز وجل حتى لا يعبدوه. قالوا الطبيعة، ولو أن الطبيعة نطقت وقالت لهم اعبدوني لا كفروا بها، وقالوا ما أنت الخالقة. قال وأنكروها كما كفروا بالله وأنكروا وجوده، وهو يناديهم في كتابه العزيز يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء من هذا؟ الطبيعة. من ينادي الخليقة بهذا النداء؟ من يقوى عليه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، لما نعبده؟ لعلكم تتقون البلاء والشقاء والدمار والخسران. هذا هو الله رب العالمين، طبيعة نادي. قال ومما يدل على أن الملاحدة، تعرفون الآن الملاحدة لبسوا ثوبا جديدا، تعرفونه؟ العلمانية، العلم، العلم كل شيء. لما انكشفت عورتهم وتحطمت روسيا وسلاطينها، عدلوا عن الشيوعية إلى العلمانية، العلم كل شيء فقط، حتى لا يكون الله خالقا عندهم ولا رزق ولا مدبر، لا يعبد، العلم به يوجد كل شيء. كشفنا عورتهم أيضا، أو ما تؤمنون بهذا؟ قال ومما يدل على أن الملاحدة ما كفروا بالله إلا فرارا من عبادته والتزام شرائعه، أن الإيمان بالله تعالى خالقا للكون مدبرا له ليس بأصعب ولا أبعد في الاستحالة من الإيمان بالطبيعة الميتة العمياء الصماء خالقا مبدعا.
كما قال أحد علماء الكون: لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه لكان يتمتع بأوصاف الخالق. وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الإله، وينتهي الأمر إلى التسليم بوجود إله، ولكن إله عجيب لأنه غيبي ومادي في آن واحد. ثم قال: إني أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلق العالم المادي وهو ليس بجزء من هذا الكون، بل هو حاكمه ومدبره ومديره، بدلا من أن أتبنى مثل تلك الخزعبلات، يعني قول الملاحدة أن الطبيعة والضرورة والصدفة التي أوجدت الكون ووهبت الحياة ووضعت السنن والقوانين، وهو أمر عجب وجهل مركب وفساد عقول لا حد له. هيا نناقش الآن كلمات الطبيعة والضرورة والصدفة التي ينسب إليها الملاحدة خلق العالم وإدارة العالم وتدبيره. أربع آلهة: الطبيعة، الضرورة، الصدفة. هيا ندرس هذه. ما هي الطبيعة؟ قالوا: إن الطبيعة هي المادة وعناصر تكوينها من البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة، والمواد المركبة منها وهي الذرات المكونة من النواة المشتمل كل نواة منه على بيترون ونيترون وإلكترون، لغاتهم هذه، دعهم يخرفون ويكذبون. هل هذه العناصر من النواة والذرة والخصائص المشتملة عليها المادة أوجدت نفسها فكونت ما يسمى بالطبيعة؟ اللهم لا، إذ هو مما تحيله العقول ولا تقبله أبدا. إن معنى هذا الهراء أن الطبيعة أوجدت نفسها أولا ثم أوجدت غيرها من الموجودات. إن المادة المركبة من عناصرها والمودع فيها خواصها وطباعها مفتقرة قطعا إلى من يوجد عناصرها ويودع فيها خواصها، وحينئذ فهي حادثة مخلوقة. فكيف يصح أن تكون إلها خالقا ينسب إليه الخلق والتكوين والإبداع والتنظيم؟ سبحانك اللهم، هذا ضلال في العقول مبين. قال: إن العقول السليمة قد حكمت بحدوث المادة المركبة من عناصر عدة، إذ كل مركب حادث وكل حادث مفتقر أي محتاج إلى محدث أحدثه قطعا، كما قضى بذلك قانون العلية المسلم به من جميع العقلاء. قانون العلة. قال: إن وجود مادة وحركة لها وهي طاقتها معلول، فلا بد له إذن من علة اقتضت وجوده، وهو الإله الأزلي الذي ليس بمادة، إذ لو كان غير أزلي لكان محدثا، ولو كان محدثا لكان مادة، والمادة ميتة فكيف تخلق الأحياء؟ ومن بدهيات العقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، وسواء كان نفيسا كالحياة أو خسيسا كالموت والعدم. وبما يقضى على هذه الفرية الدجلية التلصصية التي اغتر بها أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه حتى أصبحت شبهة عقلية تضطرب لها قلوبهم، وهي سنة الخلق والإيجاد إلى الماء، وهي نسبة الخلق والإيجاد إلى المادة، أن يقال
إن الإبداع الموجود في الكون كله علويه وسفله من الذرة إلى المجرة شاهد حق وقاضي عدل باستحالة صدوره عن الطبيعة العمياء الميتة أو عن الصدفة البعيدة عن كل حكمة الخالية من كل إرادة وعلم وتدبير. عرفنا الطبيعة ولا لا؟ ما هي الصدفة؟ قالوا إنهم يعنون بالصدفة أن الأشياء تم تكوينها على ما هي عليه من الجمال والإبداع والنظام بطريق الموافقة لا بطريق القصد والإرادة والتدبير، بحيث لم يكن هناك قصد ولا إرادة ولا تدبير كما يفعل العامة. قول أنا لقيت فلان صدفة، يعني ما اتفقنا ولا تواعدنا على اللقاء فلقيته صدفة. هذه الصدفة، نحن ما لقيناه صدفة أبدا، لقيناه بقضاء الله وقدره، شاء الله أن نلقاه أو يلقاني. قال المؤلف: وهي قضية القول، وهي قضية القول بها مخجل والنظر فيها لهو وباطل. أي الصدفة هذه؟ وجدت الكواكب صدفة، ومادتها من أوجدها، وتسير من سيارها، كلام ما يقال هذا ولا يقبل، ولكن مع هذا تغنوا به ودرسوا في الكالية في الكليات وكفوا ملايين البشر. الصدفة. قال: وخلاصة هذه الأضحوكة والأعجوبة معا أنه بمرور الزمان الطويل الذي لا يتكلمون فيه إلا بالأرقام الهائلة كمئات الملايين تضليلا وتجيلا، فيقولون مثلا عناصر الذرة تلاءمت وتناسبت بمر ملايين السنين، والحياة وجدت خلية على الأرض، وبمرور ملايين السنين كانت الحياة على هذه الصورة من الجمال والكمال، وليس وراء ذلك إرادة هادفة ولا تدبير، وإنما هي صدف وموافقات تم بواسطتها الكون والحياة. وقد أقاموا نظريتهم هذه على أساس من الافتراضات الوهمية والقياسات الفاسدة التي لا يقبلون مثلها لو قالها غيرهم لهم، لأنهم يدعون أنهم لا يؤمنون بغير المحسوس المشاهد، غير أنهم هنا خرجوا عن مبدئهم وقالوا بالفرض والقياس تأييدا لترهاتهم الباطلة وأباطيلهم الكاذبة وضلال عقولهم في القول بالصدفة وأن علة الحياة وأداة التكوين والإيجاد، كل ذلك هروبا من الإيمان بالله عز وجل الذي لم ينكروه ويكفروا به إلا تخلصا من الطاعة والنظام. هذا. وقد ذكر العلماء لإبطال فرية الصدفة في الخلق والإبداع أمثلة عديدة قضوا بها على هذه النظرية الميتة العمياء القائمة على أساس الوهم والخيال اللاشعوري منها. قولهم إن مثل من يقول الإبداع الموجود وجد بطريق الصدفة لا غير، وليس ثم من إرادة لأحد، وإنما هي الصدفة والتلقائية فقط. مثله كمثل من يقول إن دارا للطباعة بها صندوق من الحروف يكفي لتصحيف كتاب كامل، فأصاب الدار هزة من زلزال عنيد، فتساقطت تلك الحروف على بعضها البعض فكونت بالصدفة كتابا ذا أبواب وفصول علمية مختلفة وفي مواضع شتى. هذه الصدفة، مطبعة دار كبيرة فيها كميات من الحروف التي تؤخذ وتصفف، أصاب زلزال تساقطت وقعت الحروف على بعضها بعضا فتكون منها كتاب بالعلوم والمعارف. يقبل عاقل هذا؟ ما يستحي من يقول الصدفة. قال: كمثل من يقول إن رجلا أعمى
غرزت له إبرة في لوحة وأعطي ألف إبرة وقيل له ارمي هذه الإبر واحدة بعد الثانية لتدخل الأولى في ثقب الإبرة المغروزة في اللوحة وتدخل الثانية في عين الإبرة الأولى والثالثة في عين الإبرة الثانية وهكذا بطريق الصدفة حتى تدخل كل الإبر بعضها في بعض. يعقل هذا؟ أعمى. غرز له إبرة في لوحة، الإبرة عندها ثقبة ولا لا، ووضع له ألف إبرة، قالوا ارمي الإبرة تدخل في عين الثقبة، ارمي الثانية تدخل في عين الإبرة الثانية حتى تكمل ألف. هذا يعقل هذا؟ حتى لو كان يبصر ما يتم. فضحوهم. قال وفي قال كمثل من يقول إن رجلا أعمى غرزت له إبرة في لوحة وأعطي ألف إبرة وقيل ارمي هذه الإبرة واحدة بعد الثانية لتدخل الأولى في ثقب الإبرة المقروزة في اللوحة وتدخل الثانية في عين الإبرة الأولى والثالثة في عين الثانية وهكذا بطريق الصدفة حتى تدخل كل الإبر في بعضها بعضا. والرجل كما علمنا أعمى لا يبصر شيئا، فهل عاقل يصدق بصحة هذين المثلين أو بهذين العمليتين؟ اللهم لا، لأن هذا من قبيل المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا تقره بحال. وإذا فكيف يصدق أن الكون كله بما فيه من إبداع وتنظيم في كل ذرة من ذراته تم بطريق الصدفة والتلقائية؟ اللهم إن مخلوقا يصدق بهذه الترهات لمجنون قطعا، لا تصح نسبته إلى العقلاء ولا يذكر في عدادهم أبدا، وكالصدفة عند الملاحدة الضرورة أيضا. إذن البحث ما زال إلى يوم آخر إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي ما هي الضرورة. سبق لنا أن عرفنا أن الملاحدة البلاشفة الحمر الشيوعيون كالذين تخرجوا من مدرستهم وأصبحوا يطلقون على أنفسهم العلمانيين بحجة أن كل شيء للعلم، هؤلاء أصيبوا في قلوبهم بجدب وقحط لا نظير لهما، والذي ضحك عليهم وسخر منهم وأوقعهم في هذه الورطة الشائنة هو إبليس أبو مرة عدو آدم والبشرية جماعة، إذ سول لهم وزين أن هذه الأكوان علويها وسفلي وكلها نتيجة الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ عجزوا أن يجيبوا، فقالوا الصدفة، هذه العوالم كلها كانت بطريق الصدفة. ما فأفلحوا؟ قالوا إذن الضرورة. اشرحوا لنا الضرورة، اشرحوا لنا الصدفة، اشرحوا لنا الطبيعة، لأننا إذا فقط جمعنا البشرية على صعيد واحد وقلنا انظروا إن وجدتم امرأتين أو رجلين لم يفرق بينهما بسيمة ولا علامة بحيث يصبح هذا هو هذا،
إن وجدنا هذا قلنا ممكن الطبيعة، لكن هذه البشرية كلها لا يوجد اثنان لا يميز بينهما، في حين أن لكل واحد أذنان سمعا بصران لسان آدمي، فلو ما كان هناك علم وقدرة وحكمة تدير الكون لكان في سنة واحدة تلد الأمهات مئات الآلاف الأولاد كلهم شكل واحد، وبعد ذلك ترتكب البشرية جرائم ويصبح الرجل يدخل على بيت أخيه يقول أنا هو، لا تنكر أمه ولا زوجته. هل الطبيعة العمياء لا إرادة لها ولا عقل ولا تدبير تحدث هذا الحدث الجلل العظيم؟ أما الصدفة هذه سخرية. قلنا لهم تريدون هذه الصدفة؟ أعمى وضعنا له في لوحة إبرة ووضعنا أمامه ألف إبرة وقلنا ارمي الإبرة تقع في ثقبة الأولى ألف كاملة، والله ولا إبرتين أبدا، فين الصدفة؟ المهم أدبهم العلماء، ولكن في النهاية قالوا ماذا نقول؟ تريد أن نقول آمنا بالله إذا قلنا قلتم صلوا واتركوا الزنا والربا والجرائم، وهذا ما يريدونه. خلاصة القول يا بني الإسلام، الإلحاد الميل عن جادة الحق والصواب الذي هو الكفر بالله ولقاء الله ووعد ووعيد الله وكتب الله ورسول الله، هذا الكفر سببه الأول إبليس، ثانيا الهروب الفرار من الطاعة والانقياد لله تعالى ورسوله، ما يريدون أن يصلوا ولا يصوموا ولا أن ينفقوا في سبيل الله ولا أن يذكروا الله، فما يفعلون إذن؟ قالوا لا إله، سخروا من أنفسهم ويا ويلهم. لكن الذي يحز في نفوسنا أن ملايين من العرب والمسلمين أصيبوا بهذه المحنة، وإن لم يكشفوا عن وجوههم لكن بعدهم عن المساجد وبيوت الله وعن طاعة الله ورسوله والله ما هو إلا نتيجة لهذا المرض. من أوقعنا في هذا؟ فقرنا واحتياجنا إليهم وتتلمذتنا على أيديهم وتخريجنا من كل هذه. إذن نبكي أو لا نبكي؟ البكاء غير مجدي. انتهينا إلى الصدفة الليلة، الضرورة. ما هي الضرورة التي خلقت السماوات والأراضين والملائكة والإنس والجن والحيوانات؟ ما هذه الضرورة؟ إن الضرورة معناها أن التنوعات الموجودة حصلت بطريق الضرورة، فحاجة الزرافة حيوان معروف طويل العنق، حاجة الزرافة إلى تناول غذائها من أشجار عالية هي التي جعلت عنقها يطول، لو كان طعامها قريب منها ما يطول عنقها، لكن لما كان طعامها في الأشجار العالية ما استطيع أن تطلع وترقى إليها، إذن أخذ عنقها يطول يطول حتى أصبحت ذات عنق طويل تتناول ورق الشجرة وهي على الأرض. سخرية هذه. قال وحاجة السمكة الملحة إلى السبح في الماء
هي التي أوجدت زعانفها التي تساعدها على السباحة إلى غير ذلك من الورق. قالوا السمكة حوتة مضطرة محتاجة إلى أن تسبح، إذن هذه الضرورة خلقت لها جناحين بهما تسبح. أرأيتم هذا جالس على منصة الدرس، تبادل الدكتور وهو يقرر هذه الأضاحيك والتلاميذ يضحكون وإلى يبكون. ضرورة السمكة إلى السباحة جعلتها تخلق لها زعانف حتى تسبح في الماء، تساعدها على السباحة إلى غير ذلك من الوراء والتعسف العجيب والمنطق السقيم. وما قالوا بهذه الترهات والأباطيل إلا إمعانا في الهروب من مواجهة الحقيقة وهي الإيمان بالله الصانع الحكيم. لما يهربون من الإيمان بالله؟ أسألهم حتى ما يغتسلوا من جنابة، حتى لا يقول هذا حرام، يأكل ما يشاء، ينكح ما يريد، يفعل كل شيء، ما في حلال وحرام، في قانون الدولة فقط، فإذا تمكنت منه افعل ما تشاء. مذهب من وضعه بنو عمنا اليهود، هم الذين وضعوا مذهب الماركسية على علم واستطاعوا أن يخطوا خطوات به. لا تظن أنهم ما نجحوا، أوروبا الصليبية عاشت قرون في الكنائس، الآن ثلاثة أرباع الكنائس مغلقة. عرفتم كيف حولوها إلى بلاشفة من هذا المذهب، وجاء الدخان والعفن حتى بلاد المسلمين. نجحوا وإلا لا؟ نجحوا. كان الصليبي الحقيقي لا يفتح عينيه في اليهودي بغضا له، ولا يسمي إلا جيفة. كيف أصبح اليهود الآن ساد أمريكا وأوروبا والعالم؟ كيف وصلوا إلى هذا؟ أفسدوا عقول البشر وقلوبهم. لعلي واهم الشيخ خرافي هذا، هم يديرون دفة العالم بالأموال. لكن الظرف الذي واتاهم فينا أن الإسلام تمزقت رايته، هبط ألو بذنوبهم وفسقهم وخروجهم عن كتاب الله وسنة رسوله، فلما أصبحوا مستعمرات استطاعوا أن يفرضوا عليهم ما شاءوا. قال وما قالوا بهذه الترهات والأباطيل إلا إمعانا في الهروب من مواجهة الحقيقة وهي الإيمان بالله الصانع الحكيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن قال لي من قل هات دلنا على رب غير الله أو على إله حق غير الله، وإلا فما يسمونه بالضرورة إنما هو العناية الإلهية، عناية الله بمخلوقاته سموها الضرورة، عناية الله تعالى بخلقه ومخلوقاته التي جعلت للسمك زعانف وللنعامة وللزرافة جناحين، تلك هي عناية الله ما هي الضرورة. قال إنما هي العناية الإلهية بمخلوقاته أولم يروها، يقولون ما يقولون ولم يروا عناية الله بأعينهم في ذات الولد، في الأم ذات الولد، كان نعجة وإلا مرعى، في ذات الولد وكيف
تدر اللبن لمولودها بمجرد أن تضعه. الضرورة هي اللي جعلت الأم يتحول دمها الأحمر إلى لبن أبيض، هذه الضرورة. بمجرد أن تضعه يستحيل دمها القاني الأحمر إلى لبن أبيض، سواء في النعجة وإلا في البقرة وإلا في المرأة. أين الضرورة؟ وكيف تدير اللبن لمولودها بمجرد أن تضعه وفي ولدها الذي كان في بطنها يتغذى بواسطة الأنبوب المنفصل المتصل بصورته؟ لما كان الولد في بطن أمه ما كان يتغذى، كيف ينمو إذن من لحمة أو لحمة حتى يصبح إنسان؟ كان يتغذى بالضرورة، جعلت له أنبوب مصران رأس في صورته ومن يتغذى. أين الضرورة هذه؟ ما وجهها؟ كيف عيناها؟ ويضحكون على البشر. الله. وفي ولدها الذي كان في بطنها يتغذى بواسطة الأنبوب المتصل بصورته، ولما انفصل عنها وخرج من بطنها وحملت له الغذاء في ضرعها، وهدى الله ذلك للمولود، وهدى الله ذلك المولود إلى معرفة امتصاص حلمة الثدي ليتغذى باللبن إلى أن يصبح قادرا على أكل اللحم والطعام أو الشراب مثلا. وهدى الله ذلك المولود، أما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ من هداه إلى أن يمتص ثدي أمه المرتفع هنا وهناك كالنجدين من الأرض؟ فسرت الآية بهذا وحق أيضا، أو طريق الخير وطريق الشر والكل صالح. بمجرد ما يريد يبحث عن ذرع أمه، وإلا لا؟ لاحظ الجدي أو حتى ابن الكلبة، وإلا الكلبة ما توضع توضع، حتى ابن القطة تضطجع هكذا القطة وتمود نفسها ويأتي أولاد ويمتصون. الضرورة علمتهم مسخرة. قال أولم يروا إلى ذكور الحيوانات كيف تأتي إناثها مدفوعة إلى ذلك بما أودع الله فيها من غريزة إتيان الجنس لتحمل الأنثى ذات اللبن فتوفر للإنسان لحما ولبنا وجبنا وسمنا، هو في حاجة إلى مثلها لاستكمال غذائه الذي هو عنصر نمائه وحياته إلى أجله. أنتم ما رأيتم أنا بالعين ترى التيس، أنتم ما تعرفون التيوس، انتهوا، أصبحنا نحن التيوس. أيام كان التيوس في أزقة المدينة ترى التيس مدفوعا بحرارة قوية، من دفع إلى هذا؟ ماذا ينتج؟ والله من أجلنا أن نشرب اللبن ونأكل اللحم وننسى الله. لو رأيت كيف مدفوع يصول أية ضرورة. أحيانا أقول كلمة من أجل التسرية عنكم، تبهتم وإلا لا؟ حتى ما تقول الشيخ قال لنا تيوس، أنتم فحول والله تعالى وسادات الفحول. قال أولم يروا إلى ذبابة، إلى ذبابة لقاح التين. مع الأسف يا أبا عبد العزيز أهل المدينة محرومون من هذه، من ذكر التين
جئنا به من المغرب ما نجح. هنا التين كله رشيص حتى في الطائف، حبة التين كحبة العنب، حبة التين كبيرة. الآن شاهدوها من تبوك كيف عاملة، لاحظوا هذا التدبير الإلهي. أولم يروا إلى ذبابة لقاح التين كيف تخرج من حبتها بعد نضجها لتدخل في التين فتلقحها، ثم تخرج منها لتدخل في أخرى فتلقحها. ممكن تلقح اثنتين ثلاث أربع، والله بأعيننا نشاهدها. ثمرة الذكر تستوي، يأخذها الفلاح يربطها بخيط ولا بسعف أو بشوكة في التينة، يوم تفتق ويخرج منها ذباب أبيض دقيق ويدخل في الإناث، ما دخلت واحدة في أخرى إلا ألقحتها. ممكن تلقح اثنين ثلاثة وتموت، تؤدي وظيفتها. من علم هذا؟ من هداه إلى هذا؟ لماذا هذا؟ وهم عن هذا عميان ما يبصرون. قال أولم يروا إلى ذبابة لقاح التين كيف تخرج من حبتها بعد نضجها لتدخل في التينة فتلقحها، ثم تخرج منها لتدخل في أخرى فتلقحها. كل ذلك ليتوفر للإنسان فاكهة من ألذ الفواكه. قالت العلماء التين أشبه فاكهة بفاكهة الجنة، ما في عجم ولا عظم ولا قشر ولا كله يؤكل. قال كل ذلك ليتوفر للإنسان فاكهة من ألذ الفواكه وأكثرها نفعا له. أولم يروا، أي أولئك الذين يقولون بالضرورة، أولم يروا إلى الرياح كيف تثير السحاب، وهو الضباب الناتج عن تبخر الرطوبات في الأرض ومياه الأنهار والبحار، وكيف يبسط الله تعالى ذلك السحاب في السماء على نسب ومقادير خاصة فيتكثف في طبقات الجو ويصبح يحمل كميات من الماء عذبة صافية، ثم يمطر حيث يأذن الله تعالى فتحيا به الأرض بعد موتها، فتخرج للإنسان غذاءه من الحبوب والفواكه والخضر. فليقول لنا أين الضرورة في إيجاد اللبن في الضرع، أو وأين الضرورة في لقاح الحيوان، وأين الضرورة في تلقيح ذباب التين لأنثى حتى يكون التين، وأين الضرورة في عملية التبخ والتكيف وإثارة الرياح للسحب ونزول المطر بالمقادير والكميات المحدودة والأوقات المحدودة أيضا، وفي إنبات الأرض وخروج الثمرات المختلفة، أين وجه الضرورة في ذلك؟ فليجيبوا، والله ما يعرفون الجواب، أقسم بالله. إنه لا ضرورة، وإنما هي عناية الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لطلبه والحصول عليه والانتفاع به. ونختم هذا الجزء من البحث بالحجة العقلية التالية، ما هي؟ إن النباتات والحيوان والإنسان هذه الثلاثة سلم الماديون بحدوثها. قالوا إنسان حادث، الحيوان حادث، النبات حادث، أي ما كانت موجودة فكانت، هذا معنى الحدوث، مسبوقة بعدم وجود،
بعدم، وبأن الإنسان أحدثها عهدا بالحياة. كانت الأرض قبل الإنسان، النباتات قبل الإنسان، الإنسان لما تهيأت الحياة الأرض نزل من السماء بعد ما وجد الأرض وكل ما فيها من منافع. من آخرها عهدا بالحدود الإنسان. فيقال لهم من أحدثها؟ والجواب لا يخلو من افتراض ثلاثة حلول، لا بد من واحد من ثلاثة. الإنسان محدث ولا لا؟ الحيوان حدث ولا لا؟ النباتات موجودة ولا لا؟ مسبوقة من أحدثها؟ الطبيعة بطلنا، الضوء مسخناها، الصدفة خرافة وضلالة. من؟ لا بد من ثلاثة حلول. الأول أن نقول إن الله هو الذي أحدثها، هذا الحل الأول. والثاني أن تكون حدثت بواسطة ذرات المادة وأجزائها وعناصرها عن إرادة وقصد وعناية، بمعنى أن العناصر المادية فكرت ودبرت واتفقت على صنع المخلوقات على ما هي عليه من صور وأشكال، هذا حل ثاني. والثالث أن تكون وجدت عن طريق الصدفة، بمعنى أن الذرات تلاقت وتجمعت على نسب أوضاع مخصوصة بطريق الصدفة فتكونت هذه المخلوقات بما فيها الحيوان والإنسان. ما في إلا الحلول الثلاثة هذه فقط. فأي الفروض أولى بالصحة والقبول من هذه الثلاثة؟ أما الثاني فالملاحدة يردونه ولا يقولون به، لأنه ينسب للمادة قصدا وإرادة، وهم لا يقولون بالقصد والإرادة أبدا. وأما الثالث فهو محال عقلا لبطلان قانون الصدفة وفساده كما علمنا الآن وتقدم. فلم يبق إلا الافتراض الأول، وهو أن الله تعالى هو الذي خلقها بطريق السنن المضطردة التي وضعها لخلق كل المخلوقات وإيجاد هذه العوالم، وبذلك وجب الكفر بآلهة الملاحدة الثلاثة التي هي الطبيعة والصدفة والضرورة، ووجب الإيمان بالله الخالق المدبر الحكيم العليم. كفرنا بالطبيعة، بالصدفة، بالضرورة، إذن كيف تكونت العوالم؟ كيف وجدنا نحن؟ آمنا بالله، آمنا بالله العليم الحكيم ذي القدرة العظيمة الذي خلق كل شيء ودبر حياة كل مخلوق. والآن ولما ثبت بالبراهين العقلية وجود الله تعالى ووجب الإيمان به ربا وإلها، فإنه ينبغي التعرف إليه سبحانه وتعالى. آمنا بالله خالق كل شيء، هيا لا بد أن نعرف صفاته أسماءه، ما يكفي أننا آمنا بالله. إذن معنى هذا الفصل معرفة الله جل جلاله ومراتب المؤمنين فيه أو فيها، معرفة الله جل جلاله ومراتب المؤمنين في تلك المعرفة، ما هم بمتساوين. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. إن للمعرفة بالله تعالى مراتب يترقى فيها المؤمنون به عز وجل حتى يبلغوا الكمال في معرفة ربهم سبحانه وتعالى، وبقدر معرفتهم له جل وعز
تكون تقواهم له وخشيتهم منه ومحبتهم وطاعتهم له وتقربهم إليه وتوسلهم. هذه حقيقة تكررت بقدر ما تعرف الله. المعرفة توجد لك في قلبك حب الله والخوف من الله، ومن خاف من الله وأحبه ما عصاه. قال: فالمرتبة الأولى من مراتب المعرفة بالله عز وجل هي مرتبة علماء الكونيات الذين يحصلون على إيمانهم بالله ومعرفتهم له بواسطة النظر والاستدلال بالخلق في الكونيات والإبداع فيها.